بعد إحياء الذكرى السنوية الأولى لسلسلة اعتداءات شارلي إبدو، كشف الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اليوم عن لوحة تذكارية تحمل أسماء الضحايا، فيما أصدرت الصحيفة عددا خاصا يتضمن رسما كاريكاتوريا يظهر إلها ملتحيا يحمل كلاشنيكوف. رماح مفيد والتفاصيل. عام مضى منذ حادثة شارلي إبدو، حادثة أعادت للذاكرة الصراع بين حرية التعبير واحترام الديانات، مساحة فيها من الاختلاف أكثر بكثير من الاتفاق، وفيها من الاستفزاز ما تهدر له الدماء. عام مضى على مقتل 8 صحفيين من صحيفة شارلي إبدو على خلفية نشر رسومات أساءت للإسلام واستفزت المسلمين. والقاتل حر طليق، والطريق إليه ضبابية، لكن لصحفي الصحيفة ردا مختلفا، فها هي مجددا تنشر رسوما جديدة يظهر فيها رسما يفترض أنه يمثل إلها ملتحيا، وهو يحمل رشاش كلاشينكوف وثيابه ملطخة بالدماء. وعنونت الصحيفة الصفحة الرئيسة بعبارة: بعد مرور عام ما زال القاتل حرا. هذا أمر رمزي لكنه لن يعيد أي شيء، هذا مؤلم ومعقد. لقد فقدت ابن أخي، وهذا أثر على عائلتي وجعلها محبطة. من الصعب الاستمرار مع هذه المعاناة، ونحن نحاول التأقلم مع حياتنا الجديدة. وهو ما أثار الشعور بالإهانة مجددا لدى المسلمين في فرنسا وفي أنحاء المعمورة. وقد عبر عن هذا الشعور رئيس المجلس الفرنسي للديانات الإسلامية أنور كبابيش، وجاء في بيانه أن الرسوم تستهدف جميع المؤمنين مهما كانت دياناتهم. وقال أيضا إنه إذ كان يتعين احترام حرية التعبير للصحفيين، فإنه يتعين كذلك احترام حرية التعبير للمؤمنين. ما يتركه هذا الخلاف مشاعر أهينت ودماء استبيحت ونقاشا فلسفيا الإيمان فيه ركن غير محصن.